الأسلحة الجرثومية والكيماوية المتمثلة في على هيئة قنابل مختلفة الحجوم تستعمل للإبادة، وجدت في منطقة مصراتة بمخازن الكتائب الأمنية. هذه العينة منها نوعية من الغازات السامة ونوعية على شكل قنابل جرثومية، وللأسف الشديد أن هذه الكتائب كانت متمركزة وسط منطقة مصراتة، ما يثير الفزع فيما لو أن استعملت مثل هذه القنابل لإبادة الشعب الليبي. تحصل الثوار في مدينة مصراتة ووضعوا أيديهم على هذه القنابل، وهي الآن في مكان آمن وبحمد الله، بعد معركة طاحنة مسلحة دارت ليلة البارحة. نكرر أن الفزع الآن عند الشعب الليبي أن يتم إبادتهم بمثل هذه القنابل وبمثل هذه